ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الأربعاء نداء إلى المغاربة بعدم السفر خلال ذكرى مولد النبوي الشريف. ونشد سعد الدين العثماني في حديث له عبر القناة الثانية المواطنين بعدم السفر، مبرزا الأمر كسلوك احترازي بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف. وأضاف رئيس الحكومة أن ذكرى المولد النبوي الشريف هي ذكرى عزيزة لدى المغاربة، مناشدا إياهم بالبقاء في منازلهم وعدم السفر ما أمكن من أجل الحد من انتشار الوباء، موردا كنزاوك فيكم أبقوا في ديوركم. وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف يوم غد الخميس، وتعد هذه الذكرى عزيزة لدى المغاربة حيث يحتفلون بهذه الذكرى بطقوسهم المميزة. وبهذه المناسبة الجميلة تتمنى لكم قناة ماروك أخبار يومية ذكرى مولد نبوي شريف سعيد، وكل عام وأنتم بخير. نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية.